هنديك ده رساله، امك الكبيره بعصايه ده اللي في المنصه ده هنديك ده رساله يقدر يتكلم معاه وما بيتركب. همتي فات للبرهان قال له شيل الكباشه، قال له والله تشيلني انا ولا الكباشه، ده مليت ده وهمي كباشه ده لو ان شاء الله معناته نحن متنا انتهينا خلاص. افهم يا جنجويتي، قال له يا رباط يا غبي، انا نحن ناس اساكر بروفيشنال كليه حربيه مع الكباشه ده. الكباشه ده اكبر دول ضابط شاطر على مستوى بيدرب الضباط ذاته في جبيت، قال له بخرجه بعدين في جبيت مصدر الرجال ده مليت ولا شو. همتي انا اشيل لك كباشه، خباش لو شلت معناته النوبة خلاص القيامة قامت. مش كوسة هاي ما بشيله. باين بالرقراق لكباش وكباش باين اللي بالرقراق. أنت ما عندك دور بدافع عنك. أنت ما تقدر تصنع قوة عشان تدافع بيه نفسك. أنت ما خديت نفسك في الزول والحوار. ما تجي تتباك علي هنا. أنا اللي حاركني الماخذني الرقيص الرقيص. بيرقصوا. يعني بيلعبوا. تخيل الناس دي بيلعبوا. مسألة بتاعت حقوق، أنا شريكك أنت شمالي أنا شريكك في الدولة دي، واحد زائد واحد يساوي اثنين. قلنا الشمالي ما عندهم حق، قلنا أطردوه، قلنا ليه أنتم ما سودانيين يوم من الأيام. ما في هوي موضوع بتاعت أنحنا وكنا وأهل ونحن وسودانيين، ما في نحن حاجه اسمه سودانيين. ما في نحن حاجه اسمه اهل. نحن دايرين نشتغل شغل بتاعت خواجات. ولا كمان نرجع النوبه عشان يجوا يحرروا لنا وطاتنا، لازم تفهموا الكلام ده كويس، ده رساله يا نوبه. انت خلوا دارفوري انتوا تقودوا منبطحين، والناس رساله للناس اللي قاعدين في الحركه الشعبيه. من اولادنا نحن اللي قاعدين في الحركه الشعبيه، تحياتنا لكم. اول حاجه التحرير جاي. كويس؟ التحرير جاي، اصبروا شوية. أيام أدل في كده بتاعنا، حبيبنا يا زول هوي، أنت أنا والله يا حبوب، قال اتقي الله يا كسرة، أنت ما كويس ما مسلم، حبيبنا حبوب، ده التعليق ده ما بقول إيش. التعليق ده ما بقول إيش. عرفت كلامي؟ ده تعليق ميت ساكت يا حبوب، ده تعليق وهمي. ده تعليق قصة كده يا زول، ما بقول ايش ده. أول حاجة الرسول لما جاء في مكة أهل بني قريش العرب كفروا بيه صح؟ ولا قدر كمان يرجوهم صح؟ وأمه وأخو أبوه خشي النار، أبو جهل صح؟ اسمه أبو الحكم صح؟ والله قال له لست عليك من مسيطر صح؟ أنت الله وكلك لي أنا؟ الله قال لك امشي نازار فوردر، انا وكلتك ليهم خليهم يبقوا مسلمين ولا يبقوا مسيحيين ولا يهود، دي شغلتك؟ حسيت دي شغله لك تشتغلها تعليق ده تكتبه هنا؟ انت نبي؟ انت الخالق؟ علاقتك شنو يا خرا انت؟ شوف شغلتك على وين يا زول؟ دار تخم الناس تاني برضه وترجع تاني تعمل كام باك ورا تخم الناس باسم الدين؟ دين ده حق ابوك؟ لا حق امك؟ لا نزلته انت؟ لا خلاص جد يا زول، شوف مراكب ريتك وين؟ هتخم الناس يا زول. دين ده حق العرب هو؟ ها؟ لا الله ده عربي هو؟ ها؟ موضوع بسيط. انتوا معفنين جزم ولا شنو يا زول؟ هتقوموا جد ولا كده كده ولا كده يا زول؟ افتح لكم الانستغرامات يعني والصارك والجلدات اللي قاعدين تسووها هنا يعني، ولا في كاس العالم ولا في الاتحاد الاوروبي؟ يا زول ما تقوم لي في يا زول، ما انت المفروض زول لما اقول لك عربي المفروض تنكر ده. دار تخمنا يا انت. لايف ده خليه يوصل يا جماعه، لايف ده خليه يمشي يا جماعه، خليه يمشي، خليه يمشي يا جماعه.
عيسى مدريدي الكلب الكلب الواطي الجزمة ايش يا هدى عيسى مدريدي ده هو عيسى مدريدي ويس ده عيسى مدريدي اجيب اكتب لكم ده عيسى مدريدي يا جماعة شايفينه ده عيسى مدريدي. طيب عيسى مدريدي هنا قام هو الفوتوشوب عشان اشترى له تلفون حديث كده ما عارف كاميرته حديثة قلب لونه واللون هو طبعا ما بينقلب فقلب لونه عشان داري يدعي بالعروبة الوهمية المزيفة لكن تحياتنا لأخونا الجلد ده يا هدى. السلام عليكم. الرد لبعض من السودانيين عليكم الرد لبعض من السودانيين ودبوك الوهم المريح اللي عايشين فيه ده شيلوا ما تدين احساس انكم انتوا كنتوا مع التابعين ومع الصحابه ومع ناس قريش وحضرموت والنازل. حبيبي انا سوداني انا افريقي ده السبرو انتهى ولا افريكا ما تجي تركبوا لنا مكان انا احنا عرب انت كده على شكلك وشكل السودانيين وشكلنا كله انت بتشبه الخليجيين انت بتشبه عرب قريش جيرك ما بتشبه انت نحنا هو نحنا بنشبه الاريتريين الاثيوبيين النيجيريين الكامرونيين ديل نحنا يا حبيب ديل نحنا كده ما معنات انت في جامعة الدول العربية انه انت عربي كده انت عامل شكلك كده انت تصير مقتنع بمكانتي انك انت عربي دي مقتنع بها في راسك فكونا من الوهم بتاعكم الواحد عامل فيه سياسي وفاهم وراسه ما ساكت بس بطيخة انا عربي بس عربي الله رئيسة والدبوك قتل وقتل يا رب ها؟ هاي عمل له فلتر هاي فلتر كلامه صحيح بس بأي طريقة يفلتر نفسه ويركبه كده يسوي له المهم نتخيل يا جماعة السودانيين حتى في إسرائيل دغموهم هنا يا اخي الله تحياتنا قدام بس يعني احنا ذات العقبال لنا نحن عشان ما في واحد في اسرائيل يجي ينط علي بكره يدق علي تليفون ويقول لي قال احمد انت قلت مبروك للاسرائيليين اللي داروا طردوا السودانيين لا نحن ذات العقبال لنا نحن عقبال لنا نحن عشان الناس الجايين ما تعشموا احنا ذات دار نرجع جندويت ده حرق مفشفات من الحريق كشف اسرائيل ديني ودين حجر عقبال لنا نحن يا رب يا رب يا رب يا رب عقبال لنا والله العظيم ها الناس دي طبعا حقوا ربينا شديد خلاص حقوا ربينا بيفتكروا انه نحن يعني كلامي ده كله انا بس عشان اهلي ده داري دق دق باللي بدون رحمه كويس دق باللي بدون رحمه الليل الواحد لو نزل كويس الجماعه كلهم بيكونوا متطرفين تشيل لك مثلا شلت لك دوشكه بوب 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 في النهايه بيصيبوك انت واحد انا داير الناس دي كلهم بيكونوا كتله واحده زي ده عمليه بتاعت انفجار بس بركان زي ده رسالة أنا رسلتها للجبال دي من المفترض تمشي أنا ما دير أضيف فيها أي حاجة دير أكون الرسالتي دي توصل بنفس المنوار لا دير أضحك لا دير أتونس لا بتاع المهم الساعة 10 إلا 9 إلا ربع 10 إلا ربع بتوقيت السودان لو في زول دير دعوة أنا بدي دعوة ممكن يضيف على كلامي ده شوية والكلام سخن والكلام ده اللايف ده بالتحديد خليه يمشي لو عملته بالكلام ده تنتصر الليله قبال بكره ما عملته بالكلام الكلام ده مر انا ما قاعد اجامل ما عندي جبر الخواطر ليزول عندي صعوباني كثير لكن ما عندي جبر الخواطر ليزول ما قاعد اجبر خاطر بتاع زول ولا بخط احتياط لفلان ولا كان ده كده ولا ده من الشرق ولا لا انا ما عندي فرمله ما بخوض خاطر لزول على الاطلاق ما عندي ذا شغل لزول انقص الزول اللي بخوض انه خواطر للناس وبعمل حسابات ده بتكلم خطاب دبلوماسي ده ما نافق ابط ليه ابو يفتح ليه
أبا يفتح. الكلام ده حاصل بجد. انا فين؟ في اسرائيل. مبروك والله، مبروك وقبال لينا نحن. قالوا دارين كشكشوكم طبعا صح؟ قالوا دارين قدقدوكم، يقول لكم قدوا من هنا صح؟ تستاهلوا والله، لانه طولتوا ذاته في اسرائيل. ناس اسرائيل دارين عندهم 10 سنه 15 سنه كفايه يا زلمه. الناس اللي في اوروبا يا دوب عندهم 4 سنه وخمسه سنه يا دوب جداد. فدير عندهم 15 سنه 12 سنه 13 سنه كفايه يا دوب. كفاية يا رجل يا دول، تعالوا قوموا مكاتبكم ده، تعالوا يا دول. انت قال الاسرائيليين يندم لكم حاجة؟ قال لو يتعلم